أنا خايفة منه قوي مامي. ليه؟ عمل إيه؟ هددك؟ مد إيده عليكي؟ لا، عمال بيهزر وبيضحك وعامل فيها بلياتشو، ده كمان بيقول لي روحي وحبيبتي وكلام غريب قوي كده. روحي وحبيبتي؟ ده اللي مخوفك؟ ما هو من إمتى يعني؟ ده ولا كان طايقني ولا طايق نفسه، فجأة يعني قلب سايكو؟ أكيد ما على حاجة مامي. حبيبتي أنت بس مكبرة الموضوع، تلاقيه رجع لعقله وعارف قيمتك. أول ما عضتني العضة ده كان نهار لم يتقضى، جابوا لي قلب طاسه الخضه وانا نايمه صرحه وبتوجع، كله ده كله حق كله الا كده. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ مين دي؟ طنط رجاء؟ مش ممكن ده، وانا نازل افتكرتك اخت شير الصغيره. حلاوتي كده امتى؟ ها حلاوتي كده امتى بس؟ ايه ده؟ مالك يا شاري حبيبي؟ مسافة ما نزلتي من الأوضة لهنا حلوتي زيادة؟ هو البيت ده في حاجة بتحل الستات ولا إيه؟ أنت كويس يا مجدي؟ 100 فل و10. أمال عم عاصمك فين؟ والله خايف أدور عليه ألاقيه واقف على حلو وبيجري في الجنينة، أما أنتوا بقيتوا مش مفهومين بصراحة. أنت هتفضل فايق الهبل كده؟ هو أنت لسه شفتي حاجة؟ أنت أكيد ما فطرتيش يا حبيبتي صح؟ وأنت طبعًا يا طنط 5 دقايق وهحضر لكم الفطار بإيديا، هتنبهروا. وكله إلا كده؟ لا بس ارجع، دي خبطتين في الراس توجع، حقك كله الا كده، كله الا كده. محمد علي رزق عامل برضو دور هايل بصراحه. طب احكوا لي كواليس المشهد ده. والله هو اتصور بمعجزه اصلا، احنا كان عندنا كلنا كريزه ضحك. اصل انت مش متخيله، انا ما خدتش بالي من واحنا بنبدا البروفا انه نازل بالبورنوس، فبرضه شكله بالبورنوس يعني مضحك. طبعا بصراحه يعني محمد اصلا دمه خفيف يعني، محمد في الحقيقه حتى لو بيعمل دور جد او حاجه هو بني ادم دمه خفيف. محمد ده من اكتر الناس اللي حبيت اشتغل معاها، ده برضه تالت حاجه نشتغلها مع بعض. فمحمد لا دمه خفيف، هو اي حاجه كان بيعملها عامه في المشهد ده او في مشاهد تانية احنا بجد كنا بنضحك. المشاهد التانية كلها نكد. هو بالظبط كلها في ايه يا جماعه؟ هو مش هنكون هنام هنا ولا هنام هنا ولا هنتخانق وترميه بالحاجات هو اتفاجئ بيا الساعه 4 الفجر. ببعت له لينك كده على الانستجرام على على ساوند كلاود، اغنيه للست اسمها نعيمه المصريه، اغنيه قديمه جدا. فصحي الساعه 7 الصبح شافها، فبيقول لي ايه اللي انت بعتها لي دي؟ بقول له احفظ الاغنيه دي. فبيقول لي ليه؟ قلت له ده احفظها بس وتعالى. فقعد يحفظها وجه قال لي انت عايز احفظها ليه؟ عشان وانت نازل من على السلم هتغنيها. مفاجأة مخرج بيفاجئهم. المخرج بيفاجئهم بحاجات غريبة. مونوتون والبس البس روح حمام وغني نعيمة المصرية، حاجات غريبة جدا.